100 سؤال من نعم 100 سؤال. لا مش الحلقة النهاردة فيها 100 سؤال، ما يحصلش. 100 سؤال يعني هنقعد 3 ايام. هنقعد 3 ايام وماله؟ طبعا. لا 100 سؤال سألوه الدكاترة بتوع الدوري الإنجليزي للناس في الرابطة علشان يبقى في إجابات واضحة. ناخد شوية كده نتسلى فيهم. قال لك ما هي احتمالية نقل العدوى من خلال العرق أو قفازات حراس المرمى؟ عايزين إجابة. قال لك هل المبادئ التوجيهية المعتمدة الأندية كلها أخدت بيها ولا لأ؟ ولا ممكن نبص نلاقي نادي مش متبع أي حاجة من الحاجات التعليمات والإرشادات؟ قال لك طب بالنسبه للعيبه اللي بره اللي هم الافارقه والاسيويين اللي جايين الاجانب اللي بره عشان يرجعوا يعني. قال لك طب ايه قدره خدمات الطوارئ في التعامل في حال حدوث اصابات خطره في تدريبات الفرق؟ قال لك طيب ولو في الماتش وفي لعيبه مصابه ووقعت هنتدخل ازاي طبيا؟ قال لك من الناحيه الذهنيه، قال لك هتكون حاله اللعيبه ازاي والموظفين الحاله الذهنيه بتاعتهم، وهل القلق ده هيؤثر عليهم في الملعب ولا لا؟ قال لك احنا بقى كاطباء مين يتعامل معانا احنا نفسيا في ان احنا ندي رسائل تطمينيه واحنا مش مطمنين، ومطلوب مننا نقدم ده للعيبه وللكوادر وللاجهزه المختلفه. قال لك الاطباء تساءلوا عن امكانيه تنظيف ارضيه الملعب بالاشعه فوق البنفسجيه وقدرتها على تدمير فيروس كورونا ونوع المطهرات اللي بتستخدم في تنظيف الملاعب والكرات المستخدمة. الأطباء كمان حذروا من استخدام الاختبار وحده لمعرفة الإصابة بالفيروس أم لا، مع نفي أن تقسيم اللعيبة لمجموعات تدريبية ممكن يقلل من انتشار العدوى. قال لك مين قال الكلام ده؟ في البداية ما كنت بتكلم على الموضوع ده في المقدمة، قلت اللي هيعرف يجاوب على الأسئلة دي هيدور مكان. يعني ألمانيا لو عرفت تجاوب على الأسئلة دي الإجابات النموذجية هتدور مكان، اللي مش هيعرف يجاوب على الإجابات دي شكرا. بص طبعا كل دي اسئله صعبه جدا وكلها بره المنهج. أيوة. بره المقرر. احنا المقرر لغايه دلوقتي مش احنا المقرر بتاعنا تلامس، في تلامس ولا مش هيحصل تلامس؟ مترين والمقرر بتاعنا في فرق بين المقرر، فرق بين سلاح التلميذ. ايوه المقرر ان متر او مترين، الكمامه، المطهرات، السوشيال، غرف الملابس ديستنس. بس والمطهرات يعني بس ده المساله بالنسبه لنا يعني. ايوه بالنسبه لهم ال 100 سؤال ده، عشان كده الواحد بيتكلم. كان يعني انا بطالب اتحاد الكوره من ساعه ما ابتدت فكره نرجع الكوره ولا ما نرجعهاش، ان احنا ندرس نعمل زي الناس دي. أيوة. مش لازم نعمل زيها بالظبط، بس في حاجات لازم نعملها. أيوة. يعني الالمان حددوا الثلاث دوائر 322 شخص بني ادم هيبقوا موجودين في الملعب. الدائرة الأولى فيها في مجموعة، الثانية، الثالثة اللي هي اللعيبة، بعد كده والجهاز الفني. هل احنا لما هنرجع الكورة أو عايزين نرجع الكورة عندنا فكرة عن هذه الدوائر؟ هنقدر نعمل ده؟ هنقدر نحدد ده؟ احنا كنا بنقول الماتش من غير جمهور، وبعدين بيحضروا هيحضروا 50 ومش يمكن أبدا قبل أكتر من 50، وبيحضر 500 بيبقوا 55 وبيحضر 500 وبيحضر 5000. هل يا ترى هنقدر ده؟ هنقدر نعمل ده؟ ما هو هو المساله ان في اجراءات عشان ترجع الكوره العالم كله بقى. ايوه العالم كله، مش الكوره بس، العالم كله مش هيقدر يقف اكتر من كده، فابتدى يرجع تدريجيا الى الحياه الطبيعيه ويتعامل مع هذا الفيروس على انه موجود ولازم نحاول نهزمه وننتصر عليه، بس على الاقل يعني نقي نفسنا منه. بس حسن انا هكلمك بصراحه يعني. انا هكلمك بصراحه، انا يعني الحسبه بتاعتها ازاي؟ حسبه ان احنا، انا ما بتكلمش بقى على الكوره بس، نوقف كل النشاطات والصناعات وكل حاجه ونتعايش مع فكره الحياه الجديده اللي البعض بيطلق المصطلح ده في ظل مرض لسه ما حدش لقى له حلول، ولا نطفي خالص ونستنى لحد ما يحصل جديد في الموضوع الطبي؟ لانه الناس هنا ما بتتكلمش بس، انا ما بتكلمش على الكوره بس، انا بتكلم على كل مصادر الحياه بشكل او باخر. أيوة طبعا. فانت لو جيت قلت للناس يا جماعه احنا عايزين نبتدي، يقول لك انت ما عندكش احساس، انت عندك احساس انت طب ما الناس هتموت،
ولو جيت قلت للناس طف مكان يقول لك وانت عشان قلت للناس طف مكان ما انت مش حاسس برضو بالناس. انت لو حاسس بالناس هتعرف ان الناس مش لاقيه فلوس. قول للناس تنزل تشتغل بامانه. معادله صعبه جدا ممكن لكن قادر تفكها؟ طيب طبعا لازم تتعامل بالمعادله دي. لازم يبقى في اجراءات. الاجراءات دي لازم احنا نحاول نلتزم بيها زي ما كل العالم هيلتزم بيها. ونتعايش لغايه ما يتم اكتشاف لقاح مش علاج بقى كمان. المصل اللي هيدي حمايه للبشريه. وعلى فكره كل ما بقى اقرا تقرير عن المصل ده او اللقاح ده ببقى مندهش جدا ان ال 7 مليار لازم ياخدوه. انت حضرتك هتناقش الدكتوراه بتاعتك امتى؟ مش عارف والله. ده تهريت الكورونا دي قريت فيها كتير جدا. اخر حاجه قريبه تقرير. انا شايف لازم تقرير. ان مفيش حاجه اسمها تقرير. انا مش عارف اذا كان ده صح ولا لا بس بيقول تقرير. تقرير ولا ورقه بحثيه؟ لا 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 تقرير. تقرير يعني تقرير من التقارير الصحفيه اللي بتنشر اللي فيها مزيج من الصحافه والطب. ماشي. ان يعني انا مانيش عارف انا اللي بيتقال في التقرير. ماشي. ان اسباب الوفاه هي دي اللغز. ان مش الالتهاب الرئوي لا ده الجلطات. وان الطلاينة شرحوا 50 جثه وعرفوا القصه دي وبيقولوها للعالم بينما الصينيين ما عملوش تشريح اكتر من 3 أو 4 جثث بعد. الصين نايمه على حاجه ما اعرفش والله. الصين عمالين في اشتباك ما بين الصين وامريكا طبعا بسبب هذا الفيروس يعني. انما ما احناش عارفين. العالم كله مش عارف بالظبط. كل شويه تطلع حاجه يقول لك احنا عندنا المرض بيعمل كذا المرض بيعمل كذا المرض يتعالج بكذا. اسره مكسيكيه مش عارف عيت فاخدت ليمون وعسل وخفت. كلام الحقيقه يعني المرض عشان كده بقول عليه مرض خسيس يعني.